هنا بمدينة خريبكا أو سي بي بشراكة مع لوزي نظمت ندوة قدمت فيها برنامج أكت فور كوميونيتي مهرجان متعدد التخصصات منجم الفن والذي يعرف انطلاقة مشروع حاضنة ثقافية بهدف دعم المقاولة الإبداعية والثقافية على صعيد مدينة خريبكا. أكت فور كوميونيتي خريبكا التابع للمجمع الشريف للفوسفات انضمت اليوم واحد اللقاء ديال إعطاء الانطلاقة ديال رؤية جديدة استراتيجية جديدة في المجال الثقافي اللي كتتعلق بالصناعة والمقاولة الثقافية والفنية. وفي هذا الإطار كما لاحظتوا الحضور ديال واحد العدد ديال الإخوة الجمعويين والإعلاميين من أجل حضور هذا الحدث هذا اللي اشتغلنا عليه هذه مدة 6 أشهر من أجل إخراج واحد البرنامج طويل المدى كيتضمن ورشات في مجال التصوير، في الجرافيتي، في الفيديو وف البريك دانس، ثم كذلك واحد الانتاج اللي غادي يكتشفوه الناس ديال خريبكا من التاريخ ديال 11-19 اكتوبر اللي هو تاريخ ديال الفيستيفال اللي سميناه كاسم مندار منجم الفنون، وباللغه العربيه مندار يعني رؤية واستشراف إلى المستقبل. وهذا الشيء اللي كنتمناه إن شاء الله في العمل ديالنا مع كل الفرقاء والمجتمع المدني والمتخصصين في المجال الثقافي والفني، أن خريبكا تكون على مستوى الجهة ولما لا على المستوى المغربي أنها تكون هي عاصمة ديال الصناعة الثقافية والفنية، ونخليو الثقافة والفن ما تبقاش غير جانب ديال الترفيه وإنما هي جانب كذلك ديال خلق مناصب شغل، خلق قيمة مضافة، إعطاء قوة للدفع الاقتصاد المحلي. وكنتمناو النجاح ان شاء الله في هذا العمل ديالنا. ويقدم المهرجان بالاضافه الى برمجته الفنيه مجموعه من الاوراش التكوينيه في مختلف التخصصات الفنيه كالموسيقى، فنون الشارع، تصوير، مسرح، فيديو الى غيرها من التخصصات، وستكون مفتوحه في وجه سكان المدينه ونواحيها. Donc partenaire, l'Act for Community by OCP Group. Donc on les a accompagnés à la Oud le festival ou à la Oud l'établissement déjà le programme Mindar, qui est un programme qui se compose de plusieurs volets, dont le volet transmission qui est le plus important. Le volet transmission, il y fait les ateliers. Ou les formations, les ateliers, c'est-à-dire les ateliers permanents, que ce soit les disciplines Kamlin, à l'image de l'usine, il y a la photographie, le théâtre, la danse, la musique, le cinéma, ou les disciplines. Et donc on est là pour le lancement de le programme. Li menou ghadi kon wahed le festival, li hna justement accompagné na fih. Act for Community على ود لا بروغراماسيون ارتستيك، وركزنا بزاف على انه بور ميتر اون فالور لي اكتور لوكو لي جروب لوكو ديال خريبكا en même temps que les artistes marocains li ماشي غير من كازا مي من المغرب كامل. دونك درنا ان ميلانج ديال لي اكتور لوكو و لي ارتست لوكو ديال خريبكا و اي من نواحي، با سولمون خريبكا مي خريبكا واد زنبو جنيبا اي لي ارتست ماروكان لي من المغرب كامل. دونك اون فافوار حسن بوسو، حميد القصري، هوباوبا سبيريت بيتويناتنا. غادي تكون اون ريزيدونس موزيكال لي دارت في لوزين. دونك عرضنا على واحد لي زارتيست من خريبكا وغادي يخدموا مع دي زارتيست من اسفي، اي دونك غادي يعطيو واحد لا فيوزون اللي غادي نقدموها في المهرجان. هذه التظاهرات تشكل إذن مناسبة لإطلاق مشروع طموح لحاضنة ثقافية وإبداعية ستمنح الفاعلين الثقافيين والفنانين المحليين منظومة شاملة للتتبع والمواكبة، كما يهدف إلى تثمين التراث الثقافي لمدينة خريبكا ونواحيها وإلى تحفيز ظهور مواهب شباب المنطقة وتعزيز نمو المقابلات الإبداعية الصغيرة المدرة للدخل والمساهمة في خلق فرص الشغل.